عملائنا الكرام وعملاء برنت هيد، استكمالا للفيديو الاولاني اللي كنا بنتكلم فيه عن الهيد الاوريجينال، وزي ما شرحنا في الفيديو الاولاني. النقطه الثانيه بقى نقطه الاكواد. انا طبعا قلت ان هي ممكن حد يعمل لها الاكواد دي، ممكن حد يعمل ستيكر على الهيد يقول ان ده هيد اوريجينال. لازم الاكواد دي تقبل على المكنه، يعني احنا دلوقتي هندخل الاكواد على المكنه عشان خاطر ان العميل يتاكد ان الهيد ده هيد اوريجينال مش هيد صيني او مضروب. احنا بعد ما دخلنا الاكواد هنا اهو، الكيو 0 كيو هنا اهو نفس اخر 3 واللي بعد منه اللي فوق 818 والاخير معانا 737 نفس الاكواد اهي دخلناها، ندوس انتر تمام. المكنه قبلت معانا. لو المكنه ما قبلتش تبقى الاكواد دي والهيد اللي راكب ده هيد مضروب مش هيد اوريجينال. هندوس انتر. لو الاكواد دي ميت فابريكا او الاكواد دي مش اوريجينال المكنه هنا مش هتقبل معانا. هندوس هنا انتر